نتمنى أن تكون هذه الزيارة فاء الخير على العراق وإيران. العراق يجب أن يكون هناك تعاون مع الجميع، على الأخص الدول الجارة والإقليمية، التعاون مع إيران، التعاون مع السعودية، أعتقد ضروري بل ضروري جدا. يجب أن نمسك العصا من النصف إن صح التعبير. يجب أن لا تكون هناك كفة أرجح من الكفة الأخرى. أرى أن الجارة إيران قد لعبت دور مهم داخل العراق إيجابا، كذلك يجب أن يكون هناك تعامل اقتصادي. أرى أن العراق غير قادر أن ينهض اقتصاديا دون التعامل مع إيران، دون التعامل مع السعودية، دون التعامل مع دول الخليج، دون التعامل مع الدول الإقليمية البقية الأخرى، لكن أن نتعامل مع دولة على حساب دولة أخرى